ويحك فاسعدينا ألا فابكي أمير المؤمنين وابكي خير من ركب المطايا وفارسها ومن ركب السفينة ومن قام ومن صام الأجير وقام ليلا وناجى الله رب العالمين. فابلغ ألا فابلغ معاوية ابن حرب ألا قرت عيون شامتينا وقل للشامتين بنا رويدا سيلقى الشامتون كما لقينا. والأفق ما لي أراه في ردى غسق والشمس قد كورت تبكي على القمر لقد هوى كوكب ضاء الوجود به وغاب بدر الهدى والعلم في الحفر وش حال زينب بهالليل تنظر محراب أمير المؤمنين خالي من ما أوحش الدنيا علينا الليلة لجل الوصل كرار شيخ العيلة يتزح شخص المرتضى بعيوني ويذوب قلبي من اخوتي عزوني يا حسين ابكي على الولي خلوني جوابك وياي ما اوحش الدنيا علينا الليلة اي ما اوحش الدنيا علينا الليلة يا حسن وين ظلالنا وديته يا ليت جسمي بحفرته واريته ولا اشوف خالي من المرتضى ظل بيته ما اوحش الدنيا علينا الليله
ما أوحش الدنيا علينا الليلة. نادى الحسن ودموع تتهامه، يا اختي عليك تسكتين ايتامة. وياي مكتوب ابونا ما يتم صيامه.